فلما دخل الاحتلال فجأة على المنطقة بدون سابق إنذار ولا تحذير، دخل زي كده، ما لحقوا يركبوا السيارة ويطلع منها زي كده، كانوا ملاقين الدبابة قدامهم وطخوهم واستشهدوا. وحتى كان في أطفال، بنت أخته وليان، كانوا عايشين، وجا الصليب واستشهدوا. طبعا نحن سمعنا اتصال ما بين الأطفال داخل السيارة وما بين والدتهم وما بين احنا بقينا نكلم الطفلة من تقريبا من الساعة 8، من الساعة 8 للساعة 7 في الليل، 7 في الليل بقينا نكلم، وكانت معانا خط بخط. وأول شيء بقيت البنت الكبيرة تكلمنا، ليان استشهدت هي معانا على الخط، بعدين ضلت بنت أختي الصغيرة للسبعة في الليل. لما نيجي وصل الإسعاف وشافت الضوء الأحمر، يا ماما هي شافت، هاي أنا شايفة الضوء الأحمر، هي مجت عن الإسعاف، هي مجوا والدنيا بدأت تليل. وبدي بس خليكم معي على الجوال تونس، إذا حد بيقدر يجيب التسجيلات الصوتية من الشركة تشوفوا كل التسجيلات. وبقى الهلال الأحمر كان موصف كل شيء. طب عندما وصلت سيارة الإسعاف ماذا جرى وكيف حصل؟ فجأة انقطع الاتصال، بطلنا نعرف عنه مش صار. الهلال الأحمر يكلمنا بيقولنا إذا في لكم حدا في المنطقة من العماير شايف إشي يبلغنا عن الدفاع على الهلال الأحمر اللي إجا وإيش صار معهم. صباح اليوم عندما توجهتم إلى هذا المكان بعد انسحاب الآليات ماذا شاهدتم؟ شدناهم كلهم كانوا مستشهدين جوا السيارة كلهم، ولا زي ما هم ولا حد مقرب عليهم. بخصوص رجال الإسعاف ماذا وجدتم؟ وجدناهم في سيارة الإسعاف مقصوفة ومستشهدين جواها، محروقة سيارة الإسعاف حتى عشان يخفي الجريمة.